ولا في غيره يفرحنا يا جماعه. إيه لا ثواني، صوت الاي تي ام وهي بتعد الفلوس بيفرحني برضو، وصوت الخلاط لما تكون معزوم عند حد. سيبك مني انا، انت اكيد المزاج عندك في العلالي يا اهلاوي يا حبيبه والكباتن، وتاو يحطها الكهرباء وكهرباء يحطها التاو، وتاو يحطها في الجون، وتاتا تاتا تاتا الاهلي جاب تلاتة. واللي بيحصل في الاهلي اليومين دول اللهم حسد يعني عظمه. الاهلي بيعمل كل اللي هو عايزه في اليومين دول، صفقات وجاب صفقات، وخطف القندوسي من بق الزمالك دوري وركب الصداره، والفرق بينه وبين الزمالك 11 نقطه، وشريف ربنا كرمه وعرف طريق جون تاني. ما تعرفش بقى خد جلسات عند الشيخ عبير لرد المطلقات وجلب الحبيب وفك السحر السفلي، ولا دهن ابو فاس، ولا بعيد عن قفشه. المهم رجع شريف المخيف زي زمان. وكهربا لا لا كهربا ده حكايه لوحده، وكنا عملنا حلقه مخصوص عن كهربا، ابقى لف لفه شويه في الحلقات وخلي بالك من السلوك العريانه. للمره الثامنه الاهلي يلعب مع العظماء، للمره الثامنه لاعيبه الاهلي بتقابل لاعيبه ابطال اوروبا في بطوله رسميه. الكسبان بيرجع بلده بطل، والخسران بيرجع بلده بطل. ما البطوله اصلا معمول ابطال القارات، وان كان الاهلي هو وصيف افريقيا فبطوله كاس العالم للانديه ملهاش طعم من غيره، وكان لازم من وجوده. وعايز اقول لك ان البطوله من سنه 1960 لحد سنه 1999 كان اسمها بطوله الانتر كونتيننتال، وكانت مقتصره على فريقين بس، بطل ابطال اوروبا وبطل كاس ليبرتادوريس بطل امريكا الجنوبيه يعني. وكانت بتبقى جبرت على كده، عارف انت العيل الرخم اللي كان بيبقى عنده كره وهو صغير ويلعب اللي على مزاجه ويخرج اللي على مزاجه، كانت البطوله بالشكل ده. لحد ما باقي الاتحادات قالوا للفيفا يعني احنا اولاد البطه السوداء يعني ما عايزين نشارك في بطوله دوليه زي دي. ففي 1999 اعلنت الفيفا عن بطوله كاس العالم للانديه، واول نسخه كانت سنه 2000، بس من 2001 لحد 2004 حصل وقف مؤقت عشان البطوله ترجع لنا في 2005 ويقص الاهلي الشريط ويلعب للمره الاولى وياخد المركز السادس. وفي 2006 يحصل حدث جلل في الاهلي يهز كيان المارد الاحمر وكيان مصر بشكل عام، وهو وفاه افضل جناح شمال في تاريخ الاهلي محمد عبد الوهاب، واللعيبه كلها تدخل في مود اكتئاب، بس عشان الغالي للغالي الفريق نوى النيه انه يجيب افريقيا لروح عبد الوهاب. وفي ملعب رادس الاهلي حقق بطوله افريقيا، الكاس اللي كان ليه لذه انتصار عظيمه، لانه حرفيا ما جاش بالورث، ده كان جاي بخلع الدرس. لما الاهلي خطف الجول برجل المايسترو ابو التفانين ابو تريكه، وفي نسخه 2006 الاهلي حقق اول لقب لمصر وافريقيا وفاز ببرونزيه البطوله كمركز ثالث، وابو تريكه فاز بلقب الهداف بثلاث اهداف. ومن هنا الاهلي عرف طريق المجد العالمي وعاد الكره مرتين كمان في البرونزيه 2020 و2021، بس المره دي جماهير الاهلي منتظره تعدي مرحله المركز الثالث، والمره دي الموضوع اقرب للمركز الثاني، ده لو الاهلي صعدش وعلم على الملكي وخد المركز الاول. وزي ما كان اول فريق افريقي يحقق المركز الثالث في بطوله العالم للانديه، هيبقى اول فريق افريقي يحقق المركز الاول في نفس البطوله، وكله متاح، كله متاح، لعيبه موجودين، نفسيه ومزاج موجود، جماهير، والمغرب بلدنا والجماهير جمهورنا، يعني البطوله على ارضنا واحنا اصحاب الارض والجمهور. فبالورقه والقلم الاهلي او الانديه العربيه زي الهلال والوداد هم الاقرب للمركز الاول والثاني، والجمهور واثق في الاهلي لانه على مدار 115 سنه بيجيب لبن العصفور للجمهور، وعلى فكره حليب ورايب. فما عليك دلوقتي ايها الرفيق الاهلاوي انك تكلم صاحبك في اسبانيا وتقول له الملعب يجمعنا، وقول لهم كمان ما تنسوش الفولو والسبسكرايب، وقول لنا توقعاتك في الكومنتات.